فعلا أنا منحاز إلى مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الأمم المتحدة أعلنت منذ البداية مساندة هذه المطالب التي خرج من أجلها الشباب للمطالبة بوضع حد للفساد والظلم والاستبداد واستئثار أسرة أو قبيلة في السلطة في اليمن. كنا كذلك منذ البداية منحازون إلى موقف مجلس الأمن أن النزاع في اليمن يجب أن يتم بتسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية. أقول كذلك أني منحاز أيضا إلى مجلس الأمن الذي تحدث ولا زال يتحدث بصوت واحد داعما لعملية الانتقال السياسي في اليمن وداعما لجهود الرئيس عبد الرب منصور هادي. ومجلس الأمن حذر مرارا المفسدين والمعرقلين أنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. وأبدى مجلس الأمن، وأقتبس هنا من بيانه الأخير في نوفمبر، قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية. كما أدان أي محاولات سواء من جانب أفراد من النظام السابق أو ما سماهم مجلس الأمن انتهازيين سياسيين. فعلا أنا منحاز لقيم وأعراف المتحدة التي تعتمد على القانون الدولي وقيم حقوق الإنسان.